شو بدك مني يا أغا؟ هلأ بدك تقلي شو اللي عم يصير. الجاري إليا نور وين مخبيها؟ أنا ما عندي معلومات. أنا بعرف شلون خليك تحكي. ادخل. إبراهيم، شو اللي صاير معك؟ بتتذكر الجارية اللي حكيت لك عنها؟ اللي كانت متورطة مع قاسم، قالوا انخطفت. شلون؟ ومين اللي خطفها؟ ما بعرف، أمي بعتت وراي وسألتني إذا خبرت حدا عن هالموضوع، وأنا ما قلت لحدا غيرك، بس ما قلت لها شي، ما قدرت خبرها. أكيد ما خبرت حدا، ما تكون حكيت بالغلط. ما قلت لحدا يا إبراهيم، وليش لأقول؟ ما بعملها. كنت متوقع، ومع هيك قلت بسألك بس لأتأكد وأطمن. إن شاء الله بينحل هالموضوع وما بيصير أي شيء على قاسم. تفضلي سلطانة. كمال كيتش كأنه ما في حدا هون. شو انت عم تلعب معنا يا زينال؟ مو هون حابسين الجارية؟ سلطانة قسم، ما في حدا غيري هون. قل بهار، شو عم تساوي هون؟ إليا نور وينها؟ مو هون حاليا، بس لا ينشغل بالك، حاططها بمكان آمن، رح تاخديها بالوقت المناسب. طبعا في حال اتفقنا ووافقتي على شرطي. خير إن شاء الله. شرط شو؟ رح تضمني لي بقائي بالقصر، وإلا السلطان مراد رح يعرف بكل شيء. أنتي مستغني عن روحك؟ كيف بتتجرأي تتشرطي وتساوميني؟ أنتي أجبرتيني ساوي هيك. كل اللي بدي إياه كمل حياتي مع ابني وأبقى جنبه، وما بدي شيء غيره. نسيانة مين بكون لتساوميني وتحطي شروط؟ انتي مين لتفاوضيني على ابني ومصيره؟ صار لك سنين عم تستخدمي نفس الاسلوب معي، واذا ما نقارن بتلاقي انه في عندي ضمير اكتر منك. عطيتك حلول لتنقذي ابنك وما رميته فورا على الموت. فورا رح تجيبي لي الجارية، والا ما بتطلعي من هون عايشة. والله اذا هيك فبنصحك تودعي ابنك، لأني إذا ما رجعت على القصر مولانا رح يعرف بالجارية. وشو رح يصير بعدين؟ مستحيل تضلك عايشة بعد اليوم، لأني رح أخنقك بإيدي وتموتي وتترجيني سامحك. سلطانة، أنتي خنقتيني وقتلتيني من وقت طويل، من وقت اللي فرقتي بيني وبين روحي،
من وقتها وأنا ميتة. صار لي سنين مدفونة بقبر، القبر اللي حفرتي لي إياه بإيدك. رح أعطيكي وقت لبكرة الصبح وبس. يا بتحكي مع مولانا السلطان وبتقنعي خليني بالعاصمة، يا أنا رح سلمه الجارية وأحكي له القصة بنفسي. سلطانة، برأيي أنه من الأفضل تخبري مولانا بالموضوع. هذا الحكي مستحيل، هيك بيكون في خطر على حياة قاسم. طيب شو بدك تعملي هلأ؟ السلطانة جول بهار عطتك مهلة لبكرة الصبح بس.